اهلا وسهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من برنامج قهوه اشرف، ومنورانا النهارده الفنانه الجميله المتميزه صابرين. ازيك؟ اهلا اهلا اهلا. منوره والله. طب استنى بقى، الوضع بتاع القهوه ازاي كده؟ قهوه؟ قعدت على قهوه قبل كده؟ دي قهوه حاجه. قعدت يا صابرين على القهوه؟ قعدت في بورسعيد مثلا، اسماعيليه. لما اروح قعدت اسكندريه. طبعا اسكندريه ده اجمل قهوه. بس اسكندريه برضو كافيتريات، ما هياش قهوه. مش قهوه قهوه. القهوه فعلا كانت في بورسعيد والاسماعيليه. طبعا ده اللي انا حقيقي قعدت فيه. القهوه يعني الشعبي اللي هي الشعبيه الجميله اللي تحت البواكي. ايوه عارف الحاجات دي قديمه بتاعت زمان. دي جميله قديمه من 5 سنين كده. لا هي نفسها قديمه. انت رحتي من 5 سنين؟ لا انت زعلت منك. اقول القهاوي قديمه. انا بيروحوا لها الناس الجديده. ايوه كده، خليها بدايتها. أيوة كده فل الفل. ايوه انت رحت من يومين مثلا. وانا يعني كنت مع ابني الصغير يوسف. مع ابويا الكبير. ورحت بقى. بس يعني عارف الاتموسفير بتاع انك تقعد وقهوه هو ده اجمل وتطلب حاجة. والله العظيم، وتلاقي اللي ماسك الجرد وصوت الطاوله. الله الزهر والطاوله. يا عمي حاجه عظيمه جدا. مش حد قدامه طاوله اهو، هم فاتحينها. سمعنا الزهر بس. أيوة. سمعنا الزهر كده الصوت كده. الله. ايوه يا سلام. ببقى فرحانه جدا، ببقى عامله عارف زي الاطفال. نعم. واقعد اتفرج. فالناس طبعا يعني طبعا كنت صغيره شويه. فالناس باصين لي كده، ايه الست الحشريه اللي قاعده عماله تبص علينا دي؟ بس انا فعلا مستمتعه بس جدا. بس بتعرفي تلعبي مثلا طاوله، دومنا، شطرنج؟ بلعب شطرنج، بعرف العب كويس قوي. لا والله. وعارفه خطه نابليون؟ اه خطه نابليون. تعرفش خطه نابليون؟ انا بسمع انا، لكن بتتعمل ازاي؟ يقول لك مش عارف 4 خطوات. العسكري يمشي والفيل مش عارف والطبي على طول ويمين وشمال. ايه واحد صاحبي ابن اللذينة ده كان بيخش بطولات وبيعمل مش عارف ايه. ما شاء الله. في ناس كرسوا حياتهم. هو بصراحه حاله وادمان، يعني اللي يمشي فيه يبقى خلاص عايز يكمل. بس انا كان عندي بنت عمي كنت بكرهها، ما زلت لحد دلوقتي بتغلب على طول. للاسف يعني. ومع انها كانت مش ذكيه قوي. سوري يا امال. هي ما كانتش ذكيه خالص. بس دلوقتي بقت ذكيه. دلوقتي بقت ذكيه يا صابرين. ذكيه انت، ذكيه يا امان. بس والله كانت بتغلبني وكنت ببقى متغاظه منها جدا. واروح اقعد اذاكر في البيت واعمل كل كده واجيب كتب. أيوة. برافو عليك. أيوة. واجيب كتب وافتحها واشوف واقعد بقى العب مثلا الاصغر مني. عشان تغلبيه. اتمرن فعشان احس يعني الايجو بتاع ان انا بغلب والكلام ده. بعدين اقوم رايحه تاني الاقيها برضو تقوم غلبان. وفي الكتب بتلاقي ايه مسمينه؟ البيضق. البيضق. بيسموها اسامي. أيوة. اسامي غريبه جدا. لا انا كان صاحبنا ده بقى كان بيوصل ايه قهوه في وسط البلد. وكل اللي فيها مستنيين احمد ده يروح. ماشي. فبيلاعب 4 مع بعض. يعني يقوم رايح لده ناقل خطوه ويقوم رايح لده ناقل خطوه. أوكي. ويقول يا ابن الذين. وفاكر دول كلهم ازاي؟ لا 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 انا لعبته مره. لعبته مره بس. دومينو برضو بحبها قوي. بعرف العب دومينو كويس والله. يعني تحفظي الورق اللي كدا. في ايد واعرف كده ونقفل ايه واقفل على ايه وحاجات كده. عادة ولا كدا. امريكاني؟ لا عادة. 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 بلعب عادة. وبلعب كمان طاولة. طاولة. بس الطاولة اللي هي العادية. اللي هي 2 و3 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 31 ومحبوسة. اي محبوسة. محبوسة. اوكي. شوفي كل اللي انا بقوله لك ده. انت ما تعرفش حاجة. لا انا بعرف. لاني عارف بقى لعبت ده امتى؟ من وانا صغيرة. يعني انا لعبت الحاجات دي كلها وانا صغيره قوي. مش لا عارفه. كان الله يرحمه علاء ولي الدين. يا حبيبي ده كان محترف دومنا. يا حبيبي يعني من نو واي ان حد يغلبه. في اوضه المسرح كنا في حمري جمري. كان حمري على طول. أيوة. طبعا وقت حمري جمري 5 سنين. ياه. كان هنيدي وكله يجي وانت وكله عشان تقعدوا بنجيبه. في الاوض تلعبوا حاجات كانوا يلعبوا هم يلعبوا وانا اتفرج. لا 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 علاء الله يرحمه كان لا كان لا انا بقى عارف لما وانت صغير قوي لما تلعب الحاجات دي بتفضل مستمره معاك في الفكر ان انت فاكرها. بس انا ما مارستهاش بقى لي فتره كبيره جدا. يعني مثلا لما اولادي يجي ماما تعرف تلعب شطرنج اقوم لعبه معاهم افك الخط يعني. طب يعني هم يلعبوا العاب زي كده ولا دلوقتي الموبايل؟ لا موبايل طبعا للاسف. ده حقيقي. مع ان بقى ده اللي بي يعني بجد بيقوي الذكاء جدا. ما استمتعوش. بس برضه هو يعني الموبايلات والحاجات دي ما سابتش من الحاجات دي برضه حاجه يعني. حطيت لهم حاجات برضو ذكاء والكلام ده كله. موجوده. موجود طبعا. بس بيروحوا بيسافروا. الدومنه موجوده على الموبايل والطاوله موجوده على الموبايل ده حتى البلياردو موجود على الموبايل. بس في النهايه واحد قاعد عامل كده عامل كده ومنفصل عن اللي حواليه.
طبعا لكن طبعا مفيش مشاركه الطاوله ودول بيلعبوا في مشاركه والناس بتتم ماسك عليك و... ايوه وفي تشجيع وفي حاله يعني في حاله من البهجه في هذه الالعاب. الكوتشينه يعني. تلاقي مثلا واحد بيلعب كوتشينه ونازل ايه بالولد يقوم خبطه في دماغ اللي قدامه البصره دي يعني فين بقى مين اللي هيطلع لي على الموبايل يعمل لي يعمل لي كده والحركات ويطرقع الكارت طبعا. لا والله العظيم بجد حاله من البهجه يعني انت لو فكرت في الالعاب بتاعتنا القديمه دي دي عامله بهجه وبتعمل بهجه للي قاعدين جنبك وبتعمل بهجه بتاعي كده الحياه بهجه طبعا. لكن طبعا. الحاجات الالون دي اللي هي لوحدك يعني في بيزوروا عائلات تزور عيله تانية الاولاد دول قاعدين والاولاد دول قاعدين ما بيشوفوش بعض يا استاذ دلوقتي الاوض بقت معموله خاصه ان الاولاد يقعدوا فيها ويطلعوا كلهم يقعدوا عشان طب للاسف يعني طبعا في مزايا كتير جدا للسوشيال ميديا لكن برضو من عيوبه اللي هو ما بقاش تواصل اجتماعي بقى انفصال اجتماعي يعني للاسف في تواصل في ناس بيستفيدوا النهارده كمان هتلاقي في نماذج بيستفيدوا من السوشيال ميديا لمشاريعهم يعني مثلا ستات بيوت عاملين مشاريع حاجات هاند ميد بيعملوها ويعملوا صفحه لنفسهم ويبيعوا من خلالها من خلال بيتهم فبيعملوا مشاريع ناجحه ما بيستنوش وظيفه ما بيستنوش حاجه لا اخترعوا شغلانه وبيعملوها من بيتهم. شوفي اشرف تعالى نتكلم اللي لينا واللي علينا من فتره من الفترات اول ما طلعت السوشيال ميديا والدنيا باظت قوي 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 لان زي ما انت بتقول في نماذج كده ابتدت دلوقتي تحصل غيره يعني الغيره في الكويس في الكويس وده حاجه جميله وابتدى يحصل ان وعي يعني ابتدى لما الناس كلها دخلت هوجه كده المتعلم والمش متعلم واللي تعليمه على قده واللي خبرته مش قد كده في الحياه والكلام ده على ما اعتقد يعني ابتديت دلوقتي احس ان مفيش ده يا جماعه نقول كذا مفيش ده يا جماعه نشير كذا مفيش ده ابتدت النغمه دي تعلى شويه يبقى في وعي شويه في المنطقه دي بامانه يعني بس انا يمكن عامله برضو الفيسبوك بتاعي يعني محدود برايفسي قوي يعني برايفت قوي مش اي حد بيخش بس برضو بحس اني اللي عندهم الناس الثانيه بيتكلموا كده فده بحس انه وعي كويس الناس اللي بيشتروا الحاجات من على النت والبضاعه اللي بتيجي طبعا كويسه جدا الستات اللي بيتكلموا وبيقولوا احنا مش بس اكل يعني حاجات وزي ملابس وتلاقي اكسسوار حلو بتاع البنيه ده حلوه اسمها ايه تربونه انت بتعرف انها تربونه طب مش تعرف ايه انت خفت ليه طيب بوني يجوز برضه وتربونه في كل حاجات حلوه بجد بتبقى قوي وده يودينا بقى لموضوع حلقتنا اللي هي الكلمه الطيبه يعني الكلمه الطيبه دي في حد ذاتها حاجه جميله قوي لما الواحد يقول كلمه طيبه لحد حتى لو على السوشيال ميديا يعني حد مثلا عملنا حلقه زي كده استضفنا حد فتلاقي في كومنتات طبعًا. في ناس بينتقدوا وهم دول هم حرين طبعا وفي ناس بيقولوا كلمه طيبه صح كلمه طيبه اعتقد دي في حد ذاتها يعني دي صدقه دي حاجه جميله طبعًا. يعني طبعا لا في ناس بص يا اشرف شئنا ام ابينا في ناس بتبقى عندها ظروفها والله العظيم بيصعبوا عليا يعني انا لما الاقي حد كده قوي وسايب كل الحاله اللي انت عاملها وسايب كل الحته السلبيه بس وماسك الكاسك دي تتتا قوي قوي يعني لا خلاص بقى وابتدينا كمان احنا نتعود يعني في حاجات معينه انت بدات خلاص تتعود عليها يعني مثلا حلقه وبنتكلم وجايبين ناس ايجابيه وجايبين مش عارف ايه طب صابرين لابسه الحلقه الحلقه مش ماشي مع الحته اللي باينه من اللي مجنناه وكلها دي لا والله يعني اللي هو ماشي يا جماعه انا بلبس كده وانا طريقتي كده وانا حياتي كده فاللي هو بيتدخلوا للاسف خلى بقى في تطاول وجنبهم ناس تانية بيقولوا كلمه طيبه طبعا لا دي صابرين كانت جميله لا قالت مش عارف ايه الحمد لله وده اللي بيخلينا ان احنا ما بنخشش نرد لان بتلاقي فعلا اللي بيدافع عنك في ظهرك وبتلاقي الناس بترد غيبتك وبتلاقي الناس بيقولوا كويس احنا حبيناها في كده هي صادقه مع نفسها مثلا يعني بتهتمي قوي بردود افعال الناس اكيد طبعا ممكن تضايقك كانت مع الوقت اتعودت خلاص اتعودت لان هي يعني مفيش جديد طب جدده يعني فاهم ازاي يعني طبعا حتى كمان لما الواحد بيقرا خبر خبر في اي صفحه يعني بخش الاقي كومنتات كده هو بقعد اقراها اشوف بس ردود افعال الناس ايه فلو لقيت في نقد مش منطقي ومتكرر بخش على حد من صحابي الراي المتكرر ده دول اللي هم بيسموهم لجان الكترونيه
اها أه؟ فبتلاقي اللي هو بتوع اللجان الالكترونيه دول ما لهمش تاريخ. يعني تلاقي الصفحه دي معموله بقالها يومين ثلاثه. ايوه صح. ما عندوش عيله، ما عندوش اصحاب، ما عندوش حاجات. مظبوط. هم موجهين عشان مش عندي، لكن في بعض في الصفحات وخاصه لو ليها علاقه بالسياسه او بكوره او بحاجه زي كده، دول بيسموهم لجان الكترونيه. وانا في السعوديه لقيتهم بيقولوا لي مسمينه اسم لذيذ، او بيسموه الذباب الالكتروني. الذباب والله. والله صح، الذباب فعلا. يا درش. ايوه مصطفى. بيعمل مشاريب جامده جدا بجانب التمثيل. اخبارك ايه؟ ولابس تيشيرت قهوه اشرف. انا بعد ما نخلص بقى البرنامج كله هتعمل ايه في التيشيرت ده يا مصطفى؟ عايز احتفظ بيه بعد اذن حضرتك. يا سلام يا سلام. تشربي ايه بقى يا جميل؟ في نسكافيه. في نسكافيه. التردد في الاجابه. مفيش. مفيش. هي نسكافيه. لا معلقه سكر واحد. معلقه سكر واحد. شكرا جزيلا. لا بحب تحلي بصغننين. انا بقى كافيه اولي. واو. سكر زياده. والله ما اعرف هو ايه. كوبايه شاي. ومعلقتين مارون جلاسيه. فاكر المارون جلاسيه ده؟ فاكر زمان كان في مكان اسمه الامريكان. موجود أمريكين. لحد دلوقتي الامريكان. موجود لغايه دلوقتي. فاكر الكاشو اللي كان فيه ده؟ ما تفتكرش يا اشرف. تروابي تيكو شو. اللي هم ثلاث خنازير صغيرين. دي كلمه اساسا فرنساوي. فبتتقال ايه؟ تروابي تيكو شو. فكان بيتقال تجاوزا كوشو. كوشو اللي هو اللي هو الكاشو. ايس كريم. ايس كريم معاه مارون جلاسيه. وعليه مارون جلاسيه ومربة لارينج. ده ايه ده؟ ده كان حلو حلاوه. كان جميل. اعتقد موجود لغايه دلوقتي. مش عارفه. يا درش. فين المشروبات؟ هو لحق يا عمي؟ لا 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 لا. هو ايه بيعمل كده؟ بتطلع المشروبات عندكم هنا؟ انت فاكره ايه؟ ما شاء الله. يا درش. ورجعنا مرة تانية وقهوة أشرف والفنانة الجميلة صابرين منورانا في القهوة النهاردة، وانضم لنا نورة. ازيك يا نورة؟ الحمد لله. يا ايه الحاجات الجميله اللي انت عاملاها دي؟ والله عامله حاجه لطيفه قوي. يعني انا شفت شغل زي كده بس بالدقه دي بالشكل ده. صراحه ايه رايك يا صابرين؟ تحفه. بصراحه يعني اولا اختار الالوان وتعشيق الحاجات الصغيره والديتيلز دي في بعض. دي محتاجه وقت وعبقريه، مش كده؟ بتحتاج وقت كبير. بس الحاجات الصغيره كل ده بالورق. كل ده بالورقة. كل ده بالورقة. كأنه 3D، حاجة مجسمة. كأنها حاجة مجسمة. فطبعا بياخد وقت عن الرسم العادي. لا ده انت لازم تحكي لنا من الأول بقى، انت خريجة ايه يا نور؟ فنون تطبيقية. فنون تطبيقية. متخرجة من يعني قسم انتيريور ديزاين. بتعملي بقى ديكورات بقى الشقق والحاجات دي. انا يعني هو انا كنت حابه دراستي طبعا. طبعا. وهي علمتني الصبر، ان انا يعني الفن ده محتاج صبر جدا. عشان لو في غلطه بتاع لازم اعالجها عشان بس ما اشتغلتيش فيها ولا اشتغلت شويه؟ اشتغلت شويه. لانه اغلب حاجتنا كانت برامج. بس يعني اشتغلت من البيت يعني مش. بس جات لك الشغلانه دي بقى من البيت كلها طبعا. يعني انا حابه الشغل ده، وانا اصلا في الاول كنت حابه ان انا اشتغل حاجه انا حباها. طب جات يعني لك الفكره دي ازاي؟ انك تطوي الورق وتعمليه كده؟ جات لك الفكره دي شفتيها عند حد؟ فيديو. لا اوكي. فيديو شفته لقيت ان هو لا دي حاجه حلوه، ان هي من ورق اقدر اعمل لوحه فنيه طبعا. فعجبتني الفكره. يعني ممكن ادخل كلر معايا. وكل خطوه ليها متعتها صح؟ طبعا. جدا. طبعا. كل لما اخلص حاجه احس لا هي ابتدت تظهر. تظهر طبعا. فاتبسط بيها يعني. وده ورق بيجي ملون جاهز ولا؟ ورق ملون. ورق ملون اللي هو زي بتاع الكبير ده. ايوه. متفرخ. قص ولزق مش كده؟ بتاع القص ولزق صح؟ اللي هو لا مش قص ولزق، هو ورق ملون. اوكي. اللي هي الحاجات الكبيره دي. وبتقصيها بايه؟ قطر ولا مقص ولا ايه؟ لا يعني في حاجات بتبقى جايه جاهزه متقطعه مقصوصه كده؟ لا والله. ده يعني نص سنتي او لا لا لا. ده للفن ده؟ او لا. للفن ده. معقوله؟ هو اصلا فن اصله صيني. وابتدى ينتشر بقى في لحد ما جالنا مصر الحمد لله. لا والله بس عامله حاجه جميله. وعملت المشروع ده من خلال النت. انا هو الفيديو ده عجبني جدا. فقلت لا يعني واي نوت ان انا اشتغل فيه واطور من نفسي. دي ايه دي؟ ده حصان شكله تحفه. ده يونيكورن. حلاوه. يونيكورن.
ده اللي بيطلع برضو في ال هاتي خيالي يعني نوريه للناس برضو عامل ازاي. حلو قوي بالالوان بتاعته شكله جميل جدا يعني. وفي كمان حاجه هنا في طاووس كده. وفي طاووس لا والله انا بعرض لك شغلك اهو شوفي عشان خاطر الناس كلها. بس حلو ده كمان. بص ده جمال شايف الديتيلز يا بالالوان. وانت رسمه ورا كمان في الخلفيه. اه هو يعني الووتر كولر بيدخل مع الورق. يعني دي الشجره دي مرسومه والورق ده كله ده اللي هو ده بيبقى كده. لا واختيارها كمان في برواز شفته بيضحك عليك يا زهر. بتضحك عليا انا اصلا عشان مصنف كوميدي يعني. فلما بيمسك اي حاجه بنضحك. طب هو الحلو كمان تحت غلط يا جماعه. لا هو كمان الحلو ان انت مبروزاه انك انت عامله البرواز وعامله كل حاجه ابيض لون واحد. لان اللون الابيض ده كمان اللي بيظهر مبروز الموضوع. لان اي لون تاني يعني جربت كذا لون معاه لا حسيت ان هو مش مبين جمال الشغل اللي من جوه. لا والابيض مديه شياكه وممكن يبقى مودرن يعني لما تبقى في بيت مودرن يمشي طبعاً. في بيت يعني الحاجات دي بتبقى ماشيه جامد قوي. او النيو كلاسيك. نيو كلاسيك او النيو كلاسيك. نيو كلاسيك مصايف فعلا. طب انت تشربي ايه بقى عشان مصطفى جالنا اهو؟ شاي. يا سلام تسلم ايديك يا دارش. تسلم ايديك يا رب. والله بترعب منه كل ما بيخش لانه مش محترف فيخش بيعمل كده وعنده ثقه زايده. معلقه فلقيتي شغلك في الانتريال ديزاين هيبقى متعب بالنسبه لك ففكرت في الفكره مش دي. لا هو مش متعب. هو انا حسيت ان هو مش هقدر اديله حاجه يعني فكره ان انا مثلا ايه ببقى حابه ان انا اشتغل حاجه انا بحبها. فانا ده حسيت ان هو لا انا بحب فكره الكالرز. بقالك قد ايه؟ انا من 2017. والله يعني سنتين ما شاء الله. من ساعه تخرجت. الاول بدات برسمه قد ايه؟ ما اقدرش اقول قوي بس هو ممكن يقول يعني 7000 او 6. بس انا اول ما بدات حتى ما كنتش جايبه التولز بتاعت الفن ده. ليها تولز معينه؟ ليها تولز بتتجاب اونلاين. دي عباره عن ايه التولز نفسها؟ مقصات و ملقط طويل عشان اقدر ادخل الورقه في من جوه. حاجات بقى حاجات زي المشط عشان في ورده هنا معموله بال يبقى كله متساوي كده. لا ده برم عادي. لكن في اللي هي اللي تحت اللي هي اللي انا جبتها غلط. ايوه بتعمل الاشكال دي من الورده. الورده دي ممكن مثلا ممكن تاخد يوم او يوم ونص. يعني لوحه زي دي تاخد منك قد ايه توتال؟ لا ممكن يعني اسبوع او او لو مستعجله عليها قوي وقعدت عليها طول اليوم بتبقى 4 ايام كده. تقدر لان كل حاجه ليها بني ادمين. يعني مثلا حبيتي اشرف تعملي له هي دي بقى اللي هو التارجت اللي انا عايزه اوصله ان شاء الله في الفن ده. ده مهم قوي. ان هو يبقى اعمل بورتري 3 دي بالفن الكويلنج ده بجد يبقى حلو قوي خصوصا مع انا عجباني. ايوه انا عجباني الافكار جدا بجد يعني. لا عامله حاجه جميله. طيب ومن خلال بيعك لده لقيت ان المشروع ده هو بيبقى مصدر دخل ليكي؟ هو مصدر دخل كويس كمان عشان انا مش معتمد على البيج بتاعتي بس. يعني معارض ممكن معارض وممكن ان انا بدي الشغل ده للجاليريز. ومن ضمنهم الابلكيشن بتاع فريزيانا. ان هو بيتيح ان انا ابقى ليا ستور باسمي فالناس تعرفني اكتر. ابلكيشن معمول بيبقى باسمها هي منتجاتها اسمك انت منتجاتك. حلو قوي. طبعا وبيبيعوا من خلاله بيقدروا يحددوا لها هامش الربح اللي تقدر تكسب من خلاله ازاي لو بتصدر. والله ازاي يبعتوا الحاجات دي. في اهتمام بالمشاريع بشكل جميل. ما هو ده الحلو اللي هو الميديا عملته بشكل كويس. نسكافيه يا مصطفى مش عايزه اقول لك. حلو يعني احلى نسكافيه شربته في حياتي فعلا. والله لا القهوه بتاعتنا مميزه. يلا اتقلطوا بقى علينا. اتقلطوا علينا. ميرسي يا مصطفى ربنا يخليك. فلقيتي ان هو ده دلوقتي بقى مصدر دخلك. انا لو بقول لوحه زي كده خدت منك وقت برضو عشان معلومة الناس توصل لهم. الحاجات الجاهزة دي سعرها حاجة والحاجات الهاند ميد دي اللي بتاخد وقت طويل ده سعر تاني. اللي يقدر ده ما هي دي المشكلة. طبعاً. أو إن هو طبعاً. مش كل الناس بتقدر فعلا ان انا اخدت فيها وقت. يعني مش بيصدقوا مثلا ايه ده انت اكيد مش قاعدة فيها كل الفترة دي.
لكن على فكره زي ما احنا عندنا المشهد بيقعدوا يقولوا انت ما خدتوش فيه وقت، ساعات في مشهد بيبقى معانا يوم كامل بنعمل مشهد طبعا، ففاكرين مدته دقيقه على الشاشه انت بتشوفيها، فبعد كده لما تقعدي تشوفي الحاجه دايما الفن والابداع كل ما كان فيه ديتيلز وكل ما كان فيه كل ما بقى صعوبه في الوقت يعني. دي سعرها مثلا ممكن يبقى كام؟ كامله كده دي مثلا 500، بس هي بيبقى على حسب الشغل اللي جوه والحاجة. بس اقول لك حاجه، سعر هايل، حلو جدا سعر هايل والله. في ناس هتقولي اكتر من كده، لا ممكن. مش فاهمين قيمه الشغل ده هم، بس يعني انا بعذر اللي مش عارف القيمه دي ومتخيل ان هي زي لوحه ممكن يلاقيها مرسومه عاديه، مرسومه عاديه او بتاع، واحساسه برضو ان هي ورق فملوش قيمه. بس اقول لك حاجه يا نورا، نصيحه بجد، اعملي من الحاجات دي ستوري. يعني عارف يعني ايه اشرف؟ يعني ساعات بتبقى في اربع لوحات كده بتعمل حكايه بتعمل تكمله حاجه. انا كنت دي طالعه موضه قوي دلوقتي طبعًا. يعني بتبقى حلوه قوي. بس انا اخر كنت عامله زي تو فريم يعني مكملين بعض. أيوة. يعني زي شجره طالعه من ناحيه ثانيه بتبقى حلوه حلاوه ويعمل له ايه اللوحه دي بعيد عن دي مثلا 5 سم فتعمل واحده تحت. حلوه قوي حلوه قوي لا بتبقى اشكال جميله والله. أنا انت عامله مشروع تحفه بصراحه، وعامله كروت كمان، دي عباره عن كارت. كارت ممكن يبقى يطلب مني في ايفنت معين. ايفنت اعياد حد بيدي لحد كارت يعني بعدد معين. طب ده ظرفه برضه هيبقى صعب أفراح. شويه لا لو في له كده زي اهو بص الناس زي جديده حلوه قوي. الله ده جميله جدا. طب الكارت ده مثلا ممكن يبقى ثمنه كام؟ ده 30 لو كميه بيبقى الموضوع بيقل شويه. معاكي حد بيساعدك ولا انت لوحدك؟ لا انا لوحدي حاليا لوحدي. بس يعني اهلي بيساعدوني بقى يعني وماما بتساعدني شويه. في البيت شوية. اتحمسوا لك اول ما عملت الموضوع ده؟ يعني هم تقريبا الوحيدين اللي كانوا يعني مشجعيني. يعني كل الناس بيقولوا ان هو دي هوايه وما اشتغلتش بالكليه بتاعتي. بس انا حابه الفكره دي اللي هو بس ابتدت تعمل لك دخل دلوقتي. طبعا والله دخل يغطيكي، يعني تقدري ما تحتاجيش انك تشتغلي شغلانه ثانيه. يعني هي بتبقى على حسب الشغل. انا يعني في حاجه بتطلب مني سبيشال اوردر اسامي برضو بالكويلنج، فده برضو ممكن يكون بيعطلني شويه ان انا اعمل حاجات جاهزه. يعني انت بتقولي ايه شهور وشهور ليها مرتبطه بمواسم؟ ممكن يعني في رمضان. يعني انا برضو الى الان انا شايف حاجات يعني متهيألي ممكن تعملي حاجه مصري قوي، يعني حاجه من النوبه حاجه البيوت انا في افكار كتير جدا في دماغي عايزه، بس ان انا يعني اطور من نفسي كل شويه عشان اوصل للليفل. البيج بتاعك اسمها ايه؟ نور حجازي كويلنج اند بيبر ارتس. هنلاقي دلوقتي الاسم موجود على الشاشه، نور حجازي ايه؟ كويلنج اند بيبر ارت زي ما قالت او زي ما انتم شايفين على الشاشه يعني. لا احنا لازم نحيي نورا ونقول لها، نقول لها كلنا مع بعض، نقول لها ايه؟ نقول لها ايه؟ نقول لها ايه؟ نورا نورا ويا نورا ترارام ترارام يا ورد عنتي يا بنورا. في حاجه سبيشال للبرنامج؟ لا والله يعني يا سلام سبيشال جيفت. الله ده انا لازم افتحها بقى. في بقى ناس يقعدوا ايه يقطعوا الورق، مع ان بص فتحها سهل يعني جدا. يعني ممكن تقطعها وتعيش عادي. طب على فكره يا نوره انا اللي غنيت لك مش اشرف. بس قولي لحضرتك يعني انا اللي قلت لك نوره ونوره وقعدت صوتي. يا سلام الله يا نوره، ده خد منك وقت كبير جدا. قوي قوي. لا ده واخد وقت كبير. يعني ما شاء الله كل إيه ده بالورق ده؟ يعني من ايه الحلاوه دي بجد حلوه قوي. تعرف ان دي ممكن تنفع يا اشرف كمان فعلا، تبتدي تعمل كده تتحط على البيت من بره على الفيلا على كده تكتب اسم تعمليها بفكر كده. والله عامله حاجه جميله وتحفه. بصوا يا جماعه التسقيف ده لنورة. تسلم ايديك يا نور. تسلم ايديك. حاجة بسيطة يعني. لا بالعكس دي حاجة جميلة. لا ده وقت، ده وقت. بص كل تفصيلة وقت ومزاج. ورجعنا مرة تانية وقهوة أشرف، ومنورانا الفنانة الجميلة صابرين، وانضم لنا عبد الرحمن وعمر. ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام.
تمام انت يا اخبارك ايه؟ تمام كله ايه مالك؟ كله تمام؟ تمام ازيك يا عمر؟ الحمد لله تمام الحمد لله شفت عمر الحمد لله تمام ايوه كده عبد الرحمن انت عاملين فكره هايله يعني فكره الرفق بالحيوان دي في حد ذاته طبعا ممكن حد ما بيبقاش مهتم بده حد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده انت عامل انت ماسك عامل جمعيه لرفق بالحيوان اه احنا جمعيه انقاذ ورفق بالحيوان انقاذ للحيوان والرفق بيه دي مش تبع الدوله دي حاجه قطاع خاص جمعيه اهليه جمعيه اهليه ايه جات لك الفكره ازاي بقى هو انا طول عمري بحب الحيوانات من وانا صغير بحب اساعدهم لما يكون في حيوان محتاج مساعده بعد كده من حوالي 5-6 سنين كده ابتديت اشوف ان في ناس بتشارك نفس الاهتمامات دي على الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه كل اللي بيشوف حيوان محتاج مساعده بيبتدي يعرضه لو حد يقدر يساعد فابتديت انا انزل اساعد اللي انا ما بشوفوش بقى يعني حد غيري بيشوفه ابتديت انزل انقذه واساعده اوديه عياده يتعالج عدد الملاجئ او الجمعيات اللي بتساعد الحيوانات في مصر كان قليل جدا ساعتها فكنت بتطوع ان انا اساعد او اودي من خلال السوشيال ميديا ده اتعرفت بقى الناس المهتمين يخشوا الجمعيات دي يعني ده بقى ميزه اللي هي الجانب اللي الايجابي الجانب الايجابي طبعا للسوشيال ميديا هو هي فعلا السوشيال ميديا اللي ربطتنا ببعض مع الوقت يعني هو بس كان الموضوع ده انا اكتر واحد اكتف فيه في الوقت ده كانقاذ في الشارع خدته بتعالجوه وبعدين بتسيبه تاني في الشارع؟ لا بنحطه في الملاجئ ملجأ الملاجئ كانت قليله في الوقت ده وعدد الحيوانات اللي احنا بقينا ننقذها بقت كتير فابتديت بقى في شباب يعني مهتمين بنفس القضيه ابتدوا ينضمون يعني عملنا فريق ساعتها سميناه كايرو انيمال ريسكيو تيم او يعني فريق انقاذ للحيوانات ولما عدد الحيوانات زاد اكتر من استيعاب الجمعيات اللي موجوده عملنا احنا بقى جمعيات خدتوا ارض مثلا صورتوها فين مكانها بقى؟ في طريق المريوطيه باتجاه معظم الملاجئ الحيوانات ده فيها في عدد قد ايه مثلا؟ يعني احنا عندنا دلوقتي حوالي 800 حيوان ياه في ملاجئ فيها اكتر كمان يعني في ملاجئ فيها اكتر باكلهم بشربهم معلش بس هو قال حيوان يعني ايه قطط كلاب اي حيوان ممكن حمير ممكن حصينة حمير وحصينة و جمال. بس دول اكيد بيبقى لهم صحاب يعني يعني الكلاب في الشارع ما لهمش اصحاب لكن اصلا بيقول حيوانات فانا بس عايز اعرف لا اي حيوانات في لا الخيول او الحمير في ما بتتصاب او بيرموها في الشارع لا والله احنا مش شفنا هذا وانتوا بتاكلوهم وبتعالجوهم وبتعملوا ربنا يبارك لكم والله يجعله في مصر وعمر اصغر منقذ عمر ما شاء الله هو عمره 15 سنه انت بتدرس سنه كام يا عمر انا في جريد 9 جريد 9 يعني سنه ثالثه اعدادي ها يعني ثالثه اعدادي عارفها انت وبعدين يعني عمر ما شاء الله يعني من فتره انت مهتم بالحكايه دي يا عمر انا مهتم ان انا عندي 12 سنه يعني من 3 سنين هو 12 سنه يعني من فتره بعيده يعني بالنسبه لي ايه بقى جاي اهتمامك ده من ايه انت اساسا كنت بتربي في البيت مثلا قطط كلاب او حاجه بص هو انا اللي بدا معايا الحوار اصلا من قبل كده طبعا بس هو اللي بدا معايا انا مامتي كان زمان قبل ما تجيبني كان عندها كلب اوكي فكنت بقى بقعد اشوف الصور بقى واقعد اقول ليه ماي مشتيه وكده بس فحبيته جدا لقيت بقى انا كنت فاكر ان مفيش شيلترز في مصر اصلا ومفيش رفق بحيوان في مصر واحنا ناس بقى جاحدين قوي المهم اكتشفت عن طريق واحده اسمها ليلى فايق يعني انا احب اشكرها جدا هي اللي دخلتني في الحوار اصلا قالت لي بقى ان في شيلترز وعرفتني ان في رفق بحيوان في مصر وكده ما كنتش اعرف قبل كده فانا دايما بقول ان انا براسكيو علشان الناس اللي كانوا زيي اصلا ما يعرفوش يعرفوا طبعا دي البوينت انا بحاول اوصلها دايما طب برافو عليك بس فبقيت ايه تنزل الشارع تلاقي كلب متعور تلاقي كلب صغير والله انا بتمرمط والله لسه شفت حاجه يعني هما اكيد اكتر مني بكتير بس انا عشان بدات مع ليلى دي بجد حد كويس جدا عشان بدات معاها فكنت فاكر بقى كل يعني الشلترز نظيفه وكل فلوس الناس بتتبرع وكل حاجه انما احنا بنشحط اصلا يعني ايه الموقف مثلا اللي حصل لك انك انت نزلت لقيت كلب متعور ولا حاجه خدته انقذته وديته مثلا جمعيه زي بتاعه عبد الرحمن ولا وديته البيت الاول عالجته وبعدين وديته له ولا عملت ايه بقى حالات وحالات يعني كان في حاله
كان تحت بيتي العمارة القديمة لسه بتتبني. اه العمال كانوا واحد ماسك بنته وكلب قدامهم بابي صغير جدا. ماسك بابي ماسك يعني كلب صغير. بس انا كنت يعني كان ماسكاه كده سوري ماسكها كده وعمال يزق الكلب يتشقلب فهي تضحك فيزق الكلب يتشقلب فهي تضحك. المهم انا شفته من البلكونه. انت خدت البنت شقلبتها علشان الكلب يضحك يعني. فالمهم البنت بقى يعني انا ما عرفتش اعمل ايه. طبعا فتحت البتاع ده قعدت ازعق فيه قلت له ايه البتاع اللي فتحته ده؟ الشباك الشباك. قعدت ازعق له بقى وبتاع وانت ازاي تعمل كده في الكلاب انت ما عندكش دم عيب على سنك وحاجات كده بقى. بس فجري يعني مشي سيبه سابه في حاله وساب الكلب. المهم انا قلت الكلب مامته هتيجي تاخده بقى ولا حاجه فضلت متابعه شويه لقيته عمال يعيط. فالمهم انا اخدته نزلت مامي بقى كانت نايمه بابي كله كان نايم. فانا صحيت بقى في كلب بيعيط في الشارع وبتاع بقى وعملت مشاكل في العماره وكل حاجه ونزلته بقى وخدته قعدت نظفته شويه وشلت منه القراد يعني كان متمرمط. قعدت بقى ادور له على بيت. قعد فترة طويلة بس كويس برضو ان ماما وبابا يعني يشجعوك على ده ما قالوش ايه الكلب اللي انت جايبه من الشارع ولا حاجة يعني طبعًا. دي اهم نقطة دي حاجة مهمة جدا الاسرة تبقى مهتمة ان ابنهم عنده احساس بالحيوان وبينقذ حيوان دي حاجة دينيا صح انسانيا وإنسان وخلقا طبعا. وبعدين كمان بتحط فيه حته العطف والحنية طبعا فهم طبعًا. بيساعدوه على ان الحاجات دي كلها تتنمى فيه يعني طبعا حقيقي. زمان كان عندنا في الشارع كنت وانا مروح بالليل الاقي كلاب بتهجم طب اجري منهم ولا اعمل ايه لغايه ما مره سمعت كلمتين وبس لفؤاد المهندس كان بيتكلم على الحلقه كانت عن الكلاب الكلب اللي بيهوعوا عليك ده عايز ايه هو جعان وكلب في الشارع عايز ياكل يعني لا عايز يهاجمك ولا عايز يأذيك ولا اي حاجه وهو بيقول لك يعني فانت لو انت مروح البيت وجايب مثلا 5 رغيف خليهم 6 والرغيف ده قطعه وارميه لهم هياكلوه بعد كده عمره ما تتخيليش رد فعل انا بقى اتحول ازاي بقيت فعلا بجيب اي عيش اوصل البيت انا في دور ثالث اوصل اشوف ايه اللي موجود بتاع عظم بتاع حاجه بتاع مش عارف ايه ارميه لهم بقوا يستقبلوني فعلا من اول الشارع مفيش واحد بقى يهوهو عليا ده يوصلك لغايه البيت يوصلني لغايه البيت ولو حد قرب لي ده ممكن ياكله الوفاء بتاعهم عظيم طبعا طبعا انا في واحد قريبنا هو كان بياكل كلاب نزل هو جاله جلطه في المخ يعني نزل المسجد عشان كان بيصلي الفجر كان كل الناس نايمه طلع حصلت له الجلطه دي كلاب الشارع عملوا زي دايره كده حواليه وقعدوا هو هم اللي عرفوا الناس ان هو جرى حاجه لا اصلا لا. انا حصلت عندي قريب من حوالي 4 شهور جوز بنت خالتي شاب صغير يعني كان معاه الكلب بتاعه وراجع البيت وكويس قوي ما فيهوش اي حاجه خالص يعني بيفتح باب الشقه بتاعته وكان على الكاميرا اللي موجوده في العماره شايفين ازاي وقع مات مات جات له سكته في نفس الوقت اللي انقذه وخلى كل العماره تكلم عليه هو الكلب بتاعه قعد يهوهو عشان يجيب قعد يهوهو ويشد ويقف بس سبحان الله بقى بجد يعني ساعه ما هو بينزل يموت كلب بعت وطلع طلعت اثناءها الروح ورجع له تاني والله يعني في حاجه في الفيديو ده سبحانك يا رب كانت غريبه يعني انا بقول لك يعني شوف هو قد ايه لا والوفاء بقى النهارده يعني النهارده بيعيط عليه يعني شوف لما يجي يقولوا فلان ده كلب لا كلب ده وفي جدا بتوصفه بيه بتوصفه بيه جدا يا ريت يبقى فلان ده كلب يبقى عنده وفاء يعني احنا بنوصف أيوة اي حد وحش او اي حد ما تظلموش انه طلع عليه كلب طبعا طيب دلوقتي يا عبد الرحمن في ناس بيخافوا يقربوا من الكلاب اللي في الشارع خوفا من حاجتين لا اما يبقى عنده مرض فيتنقله ده خيال الناس اوكي لا اما يبقى مسعور فيعضه فيتسعر ويخش بقى في حته ان ياخد كام حقنه ويعمل مش عارف ايه انا مره كلب عضني بالمناسبه رجلي متاكل منها حته كده يعني بس الى الان الحمد لله ما بخافش من الكلاب هو الكلب اللي كان عنده مشكله وما هو هوش ابن اللذينة ولا عمل يعني اتقرب بس وكلب مفروض حاجه كويس ومفروض عارفه وداخل خارج عليه طول الوقت يعني واقف انا مره كده وبتكلم لا قال هو ولا قال نو لقيت رجلي بتتشد هو بيكون بيلعب بغباوه هنا مريض هنا كان مريض أوكي. يعني لا ده كان مريض فعلا
ورحت الحمد لله اكتشفت ان هي مش 21 حقنه بقى في البطن وبتاع ثلاث حقن حاجه كده يعني. هو مش لازم الحقن، هو الناس للاسف الناس عندها فكره غلط جدا عن مرض السعار. هو مرض السعار مش مرتبط بالكلب، ده مرتبط عامه بالحيوانات وبالبني ادمين كمان. الكلب المفروض ان بيعامل نوع من انواع التوازن الطبيعي، والمفروض ان هو اللي بيحمينا من مرض السعار. ان الحيوانات البريه اللي احنا ما نعرفش نتعامل معاها دي هي اللي ممكن تنقل مرض السعار للبني ادمين، واللي واقف بيننا وبينهم الكلب. فالصح الحيوانات البريه اللي زي ايه؟ زي الثعالب، زي الفران، هو اللي ينقذنا من ده كله. الكلب هو الكلب اليف معانا وبيقدر يقف قصادهم، بيخافوا منه. الصح اللي احنا المفروض نعمله ان نطعم الكلب ضد السعار. يعني بدل ما احنا عاملين اي حد يتعض ان هو نطعمه 5 تطعيمات، لا، الكلب المفروض ان احنا نطعمه ضد السعار. هو هيقدر يواجه الحيوان اللي بيحمل السعار ومش هيجي له سعار، وفي نفس الوقت هو انا كده بعيد. اوكي، انا ماشي في الشارع، ودي برضو عايزين نوصلها للناس، ازاي اقول للناس اللي ماشيين في الشارع ما تخافوش من الكلاب بتاعه الشارع؟ بص، الكلب عمره، انا شخصيا يمكن من اكتر الناس اللي اتعاملت مع كلاب الشوارع. تمام. ما اتعاملتش معاهم مجرد لعب ورفق بس، انا ساعات بمسكه بالعافيه علشان اخده عالجه. ده صعب قوي ده. طبعا ما فيش ولا كلب هجم عليا في حياتي. تخيل. انا بستغرب من حكايه الناس اللي بتقول الكلاب بتهجم علينا. مش معنى ان هو بيهوهو يبقى هو بيهجم. مش معنى ان هو حتى بيقرب يبقى هو بيهجم، ده هو خايف بس علشان شم ريحه الادرينالين بتاعت خوفي انا. فبيتجرأ، بياخد جرأه. بالظبط. يعني ما هو عشان كده نفس الريحه دي اللي بتاعت الادرينالين اللي بيشمها في الحرامي، في اللي عايز يأذي. هي نفس الريحه بالظبط. فهو بالنسبه له لا، ده في كده مصدر خطر. الناس بس يعني انا اطمن داخليا والكلب داخل عليا او معدي من جنبي، فانا بص له. ولو زعقت له يعني، انا مره كلب في الشارع وزعقت له قلت له ها بعدين، راح عمل كده هو. مش كده؟ الحاله الوحيده اللي ممكن الكلب يهجم فيها هو عارف ان انا ممثل وبتاع. الحاله الوحيده اللي الكلب ممكن يهجم فيها فعلا لو ام والده واذوا اولادها. وده حقها. او حد حاول ياخد من البابيز. ومهما حصل يعني هي كده كده ما بتهجمش اصلا يعني. انا برضو يعني كانت اللي كانت بيتشقلب كانت هجمت. صح. بس في ممكن ايه، بس ده حقها يعني. ام بالزبط. بتحمي اولادها. بس انا اعتقد يعني اللي بيتعاملوا مع الحيوانات الاليفه اللي هو القطط والكلاب والكلام ده عندهم ريحه معينه، هم كلهم بيعرفوا ان انت مصاحبهم ولا مش مصاحبهم. هي الريحه اللي بيقول عليها بتاعت الخوف او مش الخوف. ممكن يبقى في ثبات عندكم جامد. ريحه الحيوانات هتخليهم بس يجوا يشمشموا فينا اللي هم ايه يعني، انتوا ايه يعني. انا مره جالي حاله الثبات دي بقى مع نمرين. مع مين؟ ايوه والله العظيم بجد. لا غير بتاعت رامز. لا انا دخلت جوه القفص مع الله يرحمه كابتن ابراهيم الحلم. طبعا الله يرحمه. وقال لي اوعي لما تخشي تخافي. قلت له ازاي؟ داخله عند النمرين. ودخلت ودخلت وقفت جدا وجالي لحظه ثبات ومسكت المايك. كان اسمه ورد وياسمين. بس يا ورد بس ياسمين ادخلوا جوه. قاموا داخلين جوه سمعوا الكلام. وانت كنت اول مره تتعاملي معاهم؟ طبعا طبعا. وكان نمرين كبار يعني شوف يعني بتكلم على اني شوف قد ايه ممكن انت يعني بالقوه اللي جواك فعلا. والعدم الشعور بالخوف. حتى انا اسمع كمان التعبان كذلك. لا يعني تعبان يغا. خش يا ورد. لا مش خش. لا مش كده. لا انا قصدي اقول ان كمان لو لا قدر الله حد لقى تعبان، لو فعلا لا ثبات وفضل واقف مكانه ما خافش على ما اعتقد دي كمان. والتعبان نفسه بيخاف على فكره. التعبان ما بيجيش. التعبان بيدافع عن نفسه. التعبان بيدافع عن نفسه او عن جحره او عن البيض اللي هو بيضه. طبعا انا عايز اقول حاجه. طبعا اكيد في ناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ايه الناس المرفهه دي او ايه الناس التافهه دي؟ طب البني ادمين مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين يعطف عليه. دي أسوأ تعليقات. دي أسوأ تعليقات بتطلع. بس هو يعني اللي انا عايز اوصله ان الرحمه لا تتجزأ. طبعا. ربنا ما قالش في كل كبد بني ادم رطبه، قال في كل ذي كبد رطبه، قال الحيوانات امم من امثالكم. حيوان روح والبني ادم روح. أيوه. اللي نقدر نساعده يعني، احنا مش بنساعد الحيوانات بس، اكيد اي اللي بيرفق بالحيوان هيرفق بكل الارواح. بس كم من الناس دخلوا الجنه بسببهم يعني. لا وغير كده اللي ربنا مديله احساس بانه يرفق بحيوان، اكيد الاحساس اللي عنده ده عالي قوي. طبعا. فاكيد لما يشوف انسان محتاج مش هيقول لا انا ما بعالجش بني ادمين، انا برفق بالحيوان بس. اكيد هو عنده بمشاعره دي يقدر يساعد قرايبه، يقدر يساعد صحابه. طبعًا. يقدر طبعًا. يساعد
اي حد محتاج. عمر أكيد ما تلاقي ابدا يا اشرف فعلا حد بيحب الحيوانات الاليفه دي قوي والا ما يكون طيب جدا مع البشر. عمر ما شاء الله، يعني بجد انتوا عاملين حاجه جميله جدا، واللي انت بتعمله ده حاجه كويسه. لو اي حد بينتقدك بشكل سلبي ما يهمكش خالص، انت بتعمل حاجه صح. شكرا. بجد يعني عبد الرحمن، يعني بجد حاجه مشرفه قوي يعني. احنا يا جماعه لازم نحيي الناس دي يا جماعه. طبعا. ورجعنا مرة تانية وقهوة أشرف والفنانة جميلة صابرين منورانا النهاردة، وانضم لنا آية عبد الله. ازيك يا آية؟ أهلا وسهلا. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. ظهرت معايا في أكتر من برنامج كمان عملناه قبل كده، وكان ليا الشرف طبعا. ربنا يخليك، وصوت مميز وجميل. آية بتغني بقى لها فترة، أنت خريجة إيه يا آية؟ أنا بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة. يا سلام، مالكيش دعوة بالغنى؟ لا بس أنا بغني من وأنا عندي 4 سنين في الأوبرا. في الأوبرا؟ طب ليه ما دخلتيش معهد؟ حبيت ان يعني الحمد لله طالما عندي الموهبه يبقى معايا تخصص تاني. تجاره. بس ما اشتغلتيش بالتجاره؟ لا ما اشتغلتش بيها. طب ليه حبيتي يبقى عندك تخصص؟ عشان مصاريف البيت؟ مش عارفه مش عارفه، هما بيقولوا كده فعملت كده. انا عايزه شهاده. ايوه. فاخدت الشهاده واشتغلت بالزبط. في الجامعه كنت بتغني؟ كنت عملت حفلات كتير قوي في الجامعه، والدكتور كان رئيس الجامعه دكتور جابر نصار. عمل لي حفلات هناك كبيره جدا على مسرح القبه لوحدي. وكنت اول طالبه في الجامعه يتعمل لها حفل كامل على مسرح القبه. ما شاء الله. ودعم القبه ده اكبر اكبر مسارح بالظبط. عمل لي بوسترات في على ابواب الجامعه كلها، عمل لي يعني دعايه حلوه جدا، وكان في جمهور كتير جدا. وكمان التلفزيون جه ذاع الحفله على الهواء، كانت حفلتي لوحدي ما شاء الله. وكنت لسه طالبه في الجامعه، فكانت حاجه يعني شرف وفخر كبير طبعا. لو يمكن كمان برضه صابرين مسكت حته، قلت لك ايه دي غنت عليها ام كلثوم. بالظبط. طبعا من افضل المسلسلات طبعا ليك، اعمال كتير بس طبعا مسلسل ام كلثوم الشخصيه اللي انت عملت روحها يعني. يعني الشكل اوكي بيقرب، لكن اهم حاجه الروح عامله ازاي. فانت كنت واصله لده بشكل جميل بجد يا صابرين يعني، ودراستك ليها. وطبعا كان صوت تاني احنا عارفين، لكن الاداء كان اصوات تانيه والله. كان كذا عشان الاعمار. عشان الاعمار طبعا. كان حد نعرفه مين مثلا؟ امال ماهر. يا سلام. طبعا. امال ماهر، وكان في بنت اسمها زينب بس تقريبا دي بطلت ورا ما كملتش. وكان في بقى ريهام عبد الحكيم طبعا، وهي بتعمل صغيره لان هي عملت شخصيه صغيره. ايوه. وسهر الصايغ وهي اصغر. ايوه صح. وانت ما مثلتيش في انا في اخر مشهد في اخر موت. ده بس كان مسلسل جميل. لا طبعا الحمد لله. ايه تعرفي الجمهور بقى ايه، تقولي لنا ايه؟ انا حابه ان انا ابدا باغنيه حكايتي مع الزمان لورده. يا سلام. الله. حكايتي مع الزمان. قاره هاني نبيل طبعا منورنا النهارده، يعني بنحييه يا جماعه. اوكي شفت القهوه الحلوه دي؟ جميله والله. يلا بينا. شكرا. لا ومختاره اغنيه صعبه كمان. يعني برضه طبعا صعبه، يعني مقامات وصعبه احساس. يعني الاغنيه الوحيده اللي جامعه ما بين الاثنين. وعايزه اضيف حاجه، ان صعب الغنى وانت قاعد. مش كده؟ عايزه تقفي اقفي براحتك عادي؟ طبعا. اوكي طبعا ماشي. احنا معانا هنا يعني راجل مدير الاضاءه، عامل اضاءه في المكان كله ما شاء الله. أوكي. يعني تسمعينا ايه تاني بقى؟ ممكن نقول حاجه بهيه. بهيه. يا سلام. اقفي بقى ماشي. قومي اقفي بقى عشان ماشي. عشان اعرف ولو عايزه تتحركي برضو كمان. اوكي مية مية. حلوة قوي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. نفس البلورة هنا. لا والله صوت جميل وجميلة يا آية يعني بجد. اوكي يعني وانت في وقت الجامعة اكيد كل زمايلك كسبوا صوت وكسبوا حفلات اكيد عملتيها جميلة. الحمد لله. اكيد برضو الدراسة ما فكرتيش تدرسي بعد الجامعة؟ فكرت. كنت عايزه اعمل دراسات حره بقى في معهد الموسيقى العربيه. معهد الموسيقى. بس الصراحه قلت ايه، يعني عايزه اركز اكتر في الحياه بقى.
يعني ان انا اركز في حفلاتي اكتر، اركز في شغلي اكتر. عملتي حاجات ليك انت كتير؟ انا عامله حوالي 14 15 اغنيه سنجل. وكنت عامله اوبريت للرئيس عبد الفتاح السيسي اسمه كلنا معاك، كنت انا وخالد سليم ومحمد عدويه ورنا سماحه. وتصور فيديو كليب. ويوم الجمعه اللي فات ختمت مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصريه للاب بطرس دانيال. طبعا. وطبعا كان ليا الشرف لانه من اكبر المهرجانات. طبعا من اقدم المهرجانات للسينما كمان. يعني انت في لجنه التحكيم. بالظبط. ايوه. لا مهرجان جميل قوي. يعني ده الدوره دي 60 62 64. وكمان لسه منزله غنوه باللهجه الصعيدي. يا سلام. اسمها انا الصعيديه. عاملة الحمد لله صدى يعني كبير جدا هنا وفي الصعيد، وناس كتيرة حابين الغنوة جدا. طب ما نسمع انا صعيدية. اوكي ممكن اقول منها حتة. ماشي يلا. اتفضلي. انا بقى مت من الجوع بصراحه. اهو بقى اكل هنا 100 100. انا اشوف الاكل يا بقى. اهلا وسهلا. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا استاذ اشرف؟ اسلام وبحر. ازيك يا بحر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ايه الاختراع الجميل ده؟ ده وافل. بيتعمل بقى بالشوكولاته. انا قبل ما تقول لي الوافل، انت ايه بتدرس ولا؟ بدرس سياحه وفنادق. في السياحه وفنادق. تمام. وبحر زيه برضه. برضه في سياحه وفنادق. فكرتوا بقى ازاي في حكايه المشروع؟ المشروع جه ان هو كنا شغالين فتره زي تبع المجال الصحه والفنادق في مطاعم. ما حبيناش المديرين ساعات بيبقوا مش حبيت استقل بنفسي. فحبيت اعمل حاجه مع نفسي. جت الفكره دي. وبتقف فين بقى؟ انا واقف في عين شمس. في عين شمس. بقالك قد ايه؟ بقالي في عين شمس حوالي سنه ونص. سنه ونص. وقفت 6 شهور في المقطم. ومعاك بحر، انت معاه بتشتغل بس ولا شريكه؟ لا احنا مع بعض في اي حاجه. يعني من اول ما كلفته العربيه البايك معايا. كلفتوها كام؟ كلفناها البايك بس بتبدا من اللي هي الفاضيه خالص، بتبدا من حوالي 5 6. ياه. في الرينج ده. فاضيه جديده ولا قديمه؟ لا انت بعجله. عجله. مش ما كله بعجله. مش ستاند بس. وبتسوقها ولا مثلا؟ بتتساق ساعات وساعات على العربيه زي ما جيت. مش معقوله زي ما جينا في العربيه اول مره. ده كنت هتقعد 4 ايام اساسا على ما تجي لنا هنا. اشمعنى الوافل اخترت؟ حاجه بسيطه وحاجه كانت مش منتشره قوي او لسه كانت طالعه جديده. المنطقه اللي احنا واقفين فيها زي منطقه شعبيه. حبينا اللي هو ندخلها نعرف الناس ده ايه. ولقيت عليها اقبال؟ عليها اقبال شديد. الاطفال الصغيره بيحبوها جدا. الاطفال والكبار كله يعني. بتعمل كل واحده بكام بقى؟ الواحده انا بتبقى فرنج 10 جنيه مش كتير. حلو حادق ولا حلو بس؟ لا لا هي حلو بس. هو الوافل اللي احنا بنقدمه حلو بس. والعجينه دي انت اللي بتعملها؟ في البيت؟ بعملها في البيت. حد بيساعدك في البيت؟ والدتي. والله؟ والله. عجبها المشروع وقالت لك حلو يا اسلام وانزل وقف؟ اكيد هي. هي اللي كانت معايا في اي حاجه. شجعتك يعني؟ لولا ما كنتش عملت اي حاجه. وانت بتحس بقى ان جاب ثمنه؟ يعني وقفتك طول اليوم وكده جابت ثمنها ولا لسه؟ لا الحمد لله. الموضوع عشان كانت فكره جديده وموضوع تعبنا فيه وقعدنا فتره. طبعا في دروبات بتحصل اول المشروع في بيدفع. الاول خالص. فطبعا في خسائر في احباط شويه بس لكن حاجه في حاجه كده. بدات الدنيا تتظبط. يعني العجينه من الاول ما كانتش مظبوطه. ليه حاطط دي؟ معلش اضحك. يعني ايه معلش اضحك؟ لا دي لوحدها ودي لوحدها. دي لوحدها ودي معاها. وايه؟ انا افتكرتها الاثنين يعني من عشان خاطر ما اريد. دي حلوه. دي حلوه قوي. دي حلوه قوي. واستنونا انت رايح فين؟ انستونا. انستونا. لو هم مروحين بقى. يعني ذاكره الارهايه كمان ضايعه. لا بس انتوا عاملين حاجه لطيفه قوي وهتبقى الطف طبعا لو دقناها. طبعا. بتحط ايه بقى على الوافل؟ في شوكولاته اللي هي الشوكولاته البندق. متصنف من اصناف النوتيلا. في وايت شوكليت. في دارك شوكليت. في بقى فليفر تفاح. توت ميكس توت مانجا. اللي انت شوف احسن حاجه بتعملها ايه. ممكن. وكله سعر واحد؟ بتختلف يعني. الفليفر ده بيختلف شويه عن السعر لان يعني ده الفليفر ما بيبقاش ستاندرد. اللي هو بيبقى اضافه ما بيبقاش حاجه اساسيه في الوافل. بيبقى اضافه فوق النوتيلا او الوايت. ومسميها وافل ستيشن 2. وافل ستيشن 2. هي ليه 2 بقى؟ عشان في بايك 1. والله عندك يعني ده تاني واحد تعمله. ما شاء الله. ما شاء الله. برافو عليك وبرافو عليك. زي نورماندي 2. وافل ستيشن 2. ان شاء الله تبقى 3 و4 و5 ان شاء الله. شايف ان البايك افضل من انه يبقى محل؟ البايك افضل محل. ما هو مكلف. لو فتحت محل مش هبيع الوافل 10 جنيه اكيد.
طبعا لازم سعر بقى المحل والايجار ولو فتحت في المنطقه اللي انا فيها مش هيشتغل معايا الحاجه. انت من عين شمس برضه يا بحر؟ ساكنين مع بعض ساكنين في البحر فعلا؟ لا انا اسمي عبده. عبده بس هم الشهره اللي هم بينادوني بيه اصحابي وزمايله وكده بحر يعني. بحر. طب جميل جميل. لا والله يعني برافو يا شباب ان انتوا بتعملوا حاجه تعتمدوا فيها على نفسكم. ما يبقاش لا والمشاريع دي مطلوبه قوي كمان يا اشرف. بقى في كمان شوارع 306 وفي وشارع مصر ما فكرتوش تقدموا هناك؟ فكرنا جينا في التقديم ما قال لك المكان كومبليت بس قالك بيفتحوا اكيد. قالوا لي في فرع تاني مش عارف تقريبا في العبور حاجه زي كده. في العبور وفي في الشروق في وفي على مستوى مصر ان شاء الله 150 فرع كمان يعني. اول ما يبدأ باب الحجز ان شاء الله نسعى في الحوار. نسعى فيه يعني بتشوف ان مكان امن من انك انت تبقى واقف مهدد ان حد يضايقك او حاجه. هو هناك المنطقة عشان متربي فيها فكلهم بيساعدوني. لا وبيساعدوني لو في حاجة حلوة يعني بنتكلم مع الناس باحترام وبأدب. والناس هناك كلها بتحبنا فالناس يعني بتقف معانا. منطقتكم يعني أصحابك كمان؟ أصحابنا. طب صحابك بيجي بقشيش ولا ياخدوا ببلاش ولا حاجة؟ لا بيدفعوا طبعا. بيدفعوا. احنا معلق لهم يافطة كده زي دي كده بس ما جبناهاش. بس أنا بقولك مفيش الكلام ده. لا احنا معلقين يافطة كده شجرة العشم طرحت. شجرة العشم طرحت إيه؟ طرحت. طرحت عشان طرحت يعني كنت عايزه بكره يعني ما حدش يخش بعشم قوي. لا لا يعني يا اسلام واحده وفل وعلى اساس مفيش كلام لا مفيش ولا عن نوته ولا بتاع. ده انا شقيان وطالع عيني فيها مش مستاهل. اشتغل من الساعه كام للساعه كام؟ ببدا شغل مثلا على الساعه 4 ممكن نسهر بقى الساعه 2 3. ايه اكتر موقف كوميدي قابلك يعني ضحكك وانت بتعمل ده قوي؟ لا هو كتير كتير بيقول لك ان الحوار ده الحوار الجديد في المنطقه فالناس مش فاهماه. ايه اللي حصل بقى يعني في حد ضاقه مثلا يعني انا في واحد جه قبل كده طلب مني 5 كان واقف سواق توك توك. فالمهم عبده بدا يعمل فيهم اشتغل فيهم وتمام بدا يخلصهم. ف السواق لا انا مش جاي اشتري ده اللي هو كان عايز زي يهرب او ايه. بعد ما قال لي ان انا اروح اجيب حاجه وجاي. ان هو قال لي انا اروح اجيب حاجه وجاي وكده. طب قلت له طب حاسبني. يعني لو حاسبني وامشي يعني براحتك شوف انت عايز تروح كده كده جاي وراح في لقيته وراح بيعمل لي ازاي انت هو مش ده حواوشي؟ لا هو افتكر الوافل ده حواوشي فلقاه داخل بالحلويات وبالشوكولاته وهو داخل ياكل لحمه. لا بس هو لطيف ايه؟ ان هو فعلا شكل جديد او اختراع جديد الناس ممكن ما يبقوش عارفينه اما بيعرفوه يعني اكيد بيعجبهم يعني الشكل بالطعم بالحاجات دي كلها يعني الوايت شوكليت دلوقتي لحظه خلي بالك في شغل جامد هيحصل. لا في شغل جامد هيحصل ضد اللي احنا اللي بالرجيم. لا رجيم مين حبيبي؟ مفيش بقى رجيم. لا مفيش رجيم شيطان رجيم. ده وافل دايت ده ما عندكوش وافل دايت؟ في اللي بالدارك شوكلت ممكن يبقى دايت صح؟ العجينة نفسها ما تنفعش تبقى دايت خالص. هي نفس الوافل اللي بالزبدة والحاجات دي ازاي هيبقى دايت؟ طبعا صعب. نحط عليها ايه تاني بقى؟ ده كده اللي هو الحاجات الاساسيه. في اضافات بقى شوكولاتات فليفر قدامك. انت رايك نحط فليفر ايه مثلا؟ في عندك كذا حاجه. ميكس توت جميل قوي الكراميل ما على حسب يعني. النوتيلا برضه ميكس مانجا مع تفاح. النوتيلا يمشي معاها ميكس ميكس بيري حلو. اللي هو ده ميكس بيري كويس معاه. الوايت ممكن يمشي معاه سنه كراميل مش كتير. حط لنا بقى ايه شويه من دول كده على الاثنين ولا الواحد؟ وتوصى والنبي. لا ما تتوصاش قوي، اتوصى لاشرف انما انا لا ما تتوصاش خالص. بس ده طعمه حلو قوي. تحبي فليفر تاني مثلا؟ لا انا مش عايزه اي فليفر ممكن يعني بس كده بس كده. تكلفه العربيه نفسها تكلفه البايك نفسه جبته؟ يعني اللي انت كلفته من شغلك جالك الحمد لله. ما كانش جالي ما كنتش عارف افتح عربيه تانية الحمد لله. ومين اللي بيقف بقى على العربيه الاولانيه دلوقتي؟ واحد زميلنا برضه بس هو بره في الكواليس اسمه ابراهيم برضه هو معانا برضه في نفس الحوار متربي معانا. يعني انتوا كام واحد في المشروع؟ ثلاثة. انتوا الثلاثة. ابراهيم و انت طموحك بقى تعمل محل كبير ولا طموحك انك تعمل كذا عربية تاني زي دي؟ كذا عربية. حوار المحل جالي كذا مرة حوار محل بس ما عجبنيش برضه.
اه لا والله انتوا عاملين حاجه جميله واحنا هناخد ده نقعد جنبكم هنا ناكل أوكي. وبجد يا شباب تسلم ايديكم وعاملين حاجه جميله ربنا يخليكم ربنا يخليكم. هتحطوا لنا في ايه؟ الف لحضرتك في زي سلوفان كده عشان ما جبناش بروتوكولات فاحط لك حاجه ثانيه ولا كده تمام؟ لا ده كده 100 خلاص كده حلو كده 100 ما تخلي البساط احمدي كده ونمسكه في ايدينا لسه هنحط لا ثواني بس ثواني بس الاحواس فعلا الفستان كله انا اصلي ايه يعني قديم في الحكايه دي ياما لحوست بدل ياما لحوست وقعت وحاجات وكده في مناديل برضه في فوق لا والله تسلم ايديكم يا شباب انا وايت وانت اللي هو التاني ده شكرا كمان منديل يا سلام ماشي يا سلام يا سلام مرسي يسلم ايدك شكرا يا اسلام شكرا يا بحر ويا رب يعني العجله دي تبقى ايه البايك دي يبقى 20 بايك ان شاء الله توفيق ان شاء الله ان شاء الله اتفضلي رجعنا مرة تانية وقهوة أشرف وصابرين الجميلة اللي منورانا النهاردة وإيه رأيك في المشروع بتاع الوافل ده؟ والله حلو قوي وده النموذج الإيجابي اللي كنت بكلمك عنه في أول الحلقة الغيرة اللي حصلت بين الشباب وبين بعض فيا رب يغيروا في الخير يعني يعني دي حاجة إيجابية جدا المجتمع شباب لقى نفسه وفي تحدي وفي مصابرة وفي رحلة صعود يعني فعلا بتتابع بتلاقي اول ما اشترى عربيه واول ما كان معاه كذا وابتدى يبيع وابتدى كمان هيلاقي نفسه في وسط الحته والشارع يعني فاهم زي وبيتحامى في حضنهم وهم بيبقوا فرحانين بيه على فكره دي نتيجه ايجابيه جدا في طبعا المجتمع طبعا يعني وبعدين بقى في حاجه كمان مهمه قال لك ايه في الاول كان في غلطات والعجينه بتعمل ايه وانا مش عارف ايه لغايه ما اتعلم من غلطاته ولغايه ما اكمل لغايه ما نجح ما شاء الله يعني مظبوط مظبوط اشتغلتي وانت صغيره طبعا يا اشرف طبعا في مجال الفن ولا طبعاً. في مجال لا في مجال الفن انا عندي 4 سنين مع بابا صابرين وعم ياسين طبعا وعملت يعني حاجات كتير وكنت بغني مع والدي وكده يعني بس كله في مجال الفن لكن ما فكرتيش عشان مثلا عشان العيله كلها فنيه طبعا اروح فينهم فين يعني فهو كان وبعدين انا من وانا صغيره لما بقف قدام المرايه كتير يعني بيبان من الطفل وهو عنده 2 3 بيبان طبعًا. هو الموضوع ماشي ازاي وفعلا زي ما انت بتقولي يمكن كمان عشان عيله فنيه فدخلتي في المجال ده طبعا لكن ما فكرتيش بقى في المشوار ده انك انت تعملي مشروع تاني مثلا مطعم ملابس تجارة بشكل ما شيء فاشل جدا جربتي ولا ما جربت لا فاشل جدا عملت ايه قلت بقى لا انا هجيب انا بحب اللبس قوي هعمل ستايل وهجيب لبس واحدث حاجات من فرنسا واسافر واجيب بقى والبس البنات ومش عارف ايه وكده جبت تقريبا 8 أو 9 شنط مليانه حاجات من بقى اروح بقى الفابريكا واروح يعني فاهم الفابريكا في فرنسا يعني المصانع يعني بتاعتها فاخش واجيبه مش عارف ايه وكده في الاخر خالص وزعته كله للعيله لا والله والله العظيم ما حدش اشترى ما عرفتش ابيع يعني اللي هو اي حد مثلا من عيلتي بقى انا بقى افرجه عايز اعمل بقى بيزنس وومن يعني اللي هو دي ده بكذا وكذا فاقول لها ايه غالي يعني مثلا بنطلون ب 400-500 جنيه مثلا غالي تقول لي لا والله حلو اقول لها لا خلاص ودي هديه يعني طب شوفي عايزه ايه تاني والله العظيم وحياة ربنا اشرف السبع شنط جايبه هدايا للعيله قالوا لي كلهم انت فاشله حقيقي انا ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص في حياتي غير ان اقف قدام كاميرا طبعا لا رحم الله ومرين عارف قدر نفسي طبعا ده حقيقي طبعًا. ده حقيقي انما مشروع وكده يعني انا مثلا بطبخ كويس قوي فكذا مره عندي ابني عمر الكبير ابن طارق جوزي يعني عايش في امريكا فدايما لما يجي ياكل يقول لي انا نفسي تيجي افتح لك مطعم في امريكا تعملي الاكل ده قلت له ايوه وامسك العود واغني ام كلثوم وخلص فقعدنا نعمل يعني كده بس انا يعني
في يعني انا بحب قوي وبحب ابتكر يعني ابتكر واحب الافكار انت واحب انت ليكي في المطبخ؟ جدا والله والله احب المطبخ اعشق المطبخ وانا من النوع اللي ايه مثلا اخش المطبخ اسال عيلتي يعني اسال صحابي اللي كانوا عندي انا من النوع اللي مثلا اخش اعمل مثلا هعمل صنفين ما يعجبوني يعني ما يعجبونيش الصنفين تلاقيني طالعه بستة يا سلام يعني اطلع من الحاجه عقبال مثلا ما دي تستوي اكون عملت حاجه ثانيه ما تقعديش جنبها الرز ده ما اقعدش جنبه فتلاقيني ابتكر كذا حاجه خصوصا بقى بيستمتعوا جدا في رمضان طبعا طبعا يعني في رمضان تلاقيني بعمل الحمد لله مائده ايه ايه اكتر اكله كل الناس لما بياكلوها دي بتاعه صابرين دي احسن حد بيعملها مكرونه بالبشاميل مكرونه بشاميل بتعمليها اللي هي الخفيفه ولا الناشفه لا الخفيفه الكريمه خالص اللي بالكريمه لباني بحط يعني لما اجي اشيل الخرطه كده الاقيها ايه بتطلع لز كده كده غير اللي هي بتبقى جامده لا غير الجامده وبخدمها حلو يعني بحط البشاميل تحت ولحمه مفرومه بالصوص كده الاحمر بس مش قوي عشان ما طب المكرونه نفسها بتعمليها بالبتاع بالبشاميل بالبشاميل هي نفسها من تحت يعني اول رايق بعمل فيه بشاميل وبعدين ومعلقه لحمه علشان ما تبقاش من تحت بيضه قوي من فوق بيضه قوي فتبقى من تحت لونها كده حلو روزي كده سيمون كده وبتاكل بقى ما تجوعناش بقى طب ايه اللي جنب المكرونه حمام محشي بعمله حلو قوي والله بعمل انت بتحشيه بعمل بتخيطيه ولا لا خيط ايه والكلام ده طب واللي بيخيطوا الحمام ده ايه لا لا يعني بيخافوا ايه بيخافوا يفرقع مش عارف ايه يكونوا حاشين وهي بالظبط بتبقى سمتريه الايد وانت بتحشي الحمامه ان دي هتفك ولا لا فانت بتسيب لها مساحه معينه عشان لما تتمدد في الحراره عارف اول مره عملت ايه عملت بايدي يعني محشي كوسه اوكي وانا بحب محشي الكوسه جدا ماشي وخصوصا بقى لو محطوط في الصينيه وبتاخدي اللي هو ايه قلبه طبعاً. ويبقى مفروش ده مفروض من تحت هو طبعا مع البصل والطماطم والحاجات دي كلها ايوه اوعى ويتحط انا مليته مع الاخر عشان المعلومه دي اللي انت بتقوليها مليته مع الاخر ودخلته الفرن غلط طلع حته واحده طبعا طلع حته واحده طبعا لازم ثلاث ارباع طبعا ما دي عشان الرز بيتمدد واللحمه بتاخد مكانها انا كمان احب احط يعني في الكوسه المحشيه دي احب احط نعناع ناشف احب احط سنه قرفه تديها طعم حلو قوي يا سلام يا سلام وبرده لو حته بفتيك كده ايه لحمه بتلي كده حلوه لا البفتيك بقى انا ليا طريقه بصراحه دي كمان بتعمليه بالبيض والبقسماط ولا بايه بعمله بيض وبقسماط ده البفتيك اللي هو البانيه سكالوب بانيه والفراخ البانيه كمان انا بعمل لحمه محمره كمان بحبها قوي تشم ريحه اللحمه المحمره مع برنامج بفتيك اشرف اللحمه المحمره دي بقى عايزه لازم العين تبقى واطيه خالص لازم اللحمه محمره ايه في الصينيه اللحمه محمره العاديه عامله لها ايه بصل ولا بصل ولا بصلش ملح وفلفل اسود بس لا وسمنه بلدي او زبده وتتحط وشقشق ميه وتقوم وطي بس حط ميه شقشق لو شقشق ميه دي لو كندوز انما لو بتلو ما تحطهاش هتنزل مع برنامج شقشق اشرف انت هتقعد تجرني اقول كل خلطاتي ولا ايه؟ لا والله الحمد لله لا والله بس اقول لك حاجه انا يعني اللي انت بتحكي عليه ده تحفه في بقى زيه بفتيك بيتعمل في الصينيه بالبصل بالبصل والطماطم لا من غير طماطم لا بصل لا بس لا متقطع طماطم عامل زي يعني ايه زي كباب الحله بس بفتيك لا انا كباب الحله بعمله بطريقه تانية انا كباب الحله بجيب بصل كتير قوي 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 واحط اللحمه مقطعه كاره كده مع برنامج حله اشرف انت جوعتينا صابرين لا العظيم لا انا بحب الاكل بجد انا بحب يعني انا بحب اعمل الاكل يعني وبحب اتفنن فيه يعني مثلا بجد كباب الحله دي من الحاجات اللي لو اتعملت بالطريقه دي يا جماعه سهله جدا طبعا بتعمليها ايه بتجيبي بصل كتير بصل كتير جدا وحط اللحمه معاها مكعبات كده أيوة. وحط عليها معلقتين سمنه وملح وفلفل اسود كندوز صغير بقى اي حاجه بتقول له اي حاجه ومعلقتين وملح وفلفل اسود بس وطي عليها برده يا معلم وتقفلي هي تنزل ميتها تعمل كل حاجه بقى اسمها ايه كباب حل اسمها ايه لا تبك ميتها تبك ميتها طبعا 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 تقوم بكه ميتها ايوه البكه وهي دي منها صابرين انت جوعتيني يلا نروح ناكل يلا يلا بشكر صار. كل المشاهدين ونتقابل معاكم الاسبوع الجاي وقهوه اشرف كساره